السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا أراءكم باللي راح نعرضه، أو إذا عندكم شيء تردون تحجوه على الأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة. واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان، الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب، يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة، لا اتصال لا فيديو لا رسالة صوتية، نقدر نستقبلها على البرنامج. نعتذر منكم. نبدأ أول ملف ويانا، وهو ملف حكينا عليه هواية ويمس حياة الناس ومهم وحيوي، ولازم الحكومة تفكر شوية بي حتى على الأقل الناس تعيش مو تموت. هنا نحكي عن الواقع الصحي والإهمال الكبير لهذا الملف الحيوي، هو أهم قطاعات الخدمية للمواطن بالبلد. عندنا مناشدات من مراجعين لمستشفى النسائية والتوليد بمحافظة القادسية، تحديدا بمركزها بالديوانية، بسبب تردي الخدمات والمرافق الصحية اللي موجودة بهاي المستشفى. تعالوا نشوف سوية. أصل هاي مستشفى. ننزل إلى عروس الخليج العربي، مثل ما كان اسمها، اللي مع الأسف بطلت عروس، أقصد البصرة. هناك لقينا ناشط يناشد الحكومة المركزية أن تخصص مبالغ مالية إلى العلاج الإشعاعي تساعد به مرضى السرطان، ويحكي لنا عن معاناة المرضى خلال مراجعتهم للمستشفى بس حتى يتلقون العلاج. تعالوا نسمع. السلام عليكم، تحياتي للجميع إلى الضمائر الحية. هذا مركز الإشعاع في محافظة البصرة. والدي قبل 3 أشهر مات بمرض السرطان، واليوم والدتي تعاني من هذا المرض، قاعد تتعالج بمركز الإشعاع. أجي يوميا الساعة 6 الصبح، الساعة 12 الظهر يوصل لي الدور حتى أمي تضرب إشعاع، وهذا حال أغلب مرضى السرطان في محافظة البصرة. اليوم ما نريد نطلب شيء احنا، لا من الميزانية واكو عجز. اليوم نطلب ان يخصص مبلغ 5% ما يخصص الى الرئاسات الثلاثة، البرلمان ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب. 5% من هذه الرئاسات تخصص الى مرضى السرطان والى مركز الاشعاع في محافظة البصرة حتى يجيبون اجهزة إشعاع وكشف مبكر للسرطان. قيمة هذا الجهاز 8 مليون دولار، ما يكلف الدولة. نريد اليوم من مخصصات الرئاسات الثلاثة لمرضى السرطان في محافظة البصرة. يريد فلوس من مخصصات الرئاسة أو من رواتب الرئاسات الثلاث. هذا الكلام يهدد الأمن القومي العراقي، هذا الكلام يهدد السيادة بالعراق، هذا الكلام يهدد الرفاهية اللي عايشين بها السياسيين. بس الناس، أو مو الناس، السياسيين يفكرون برفاهية الناس، هاي من سابع المستحيلات. ليش؟ لأنه العراق ما بكل شيء. والملفات الجاية راح تقول لكم. تخيل عزيزي المشاهد أنك تطب بمستشفى، لا تروح يوم طبيب، شنو غايتك أنه أنت تروح للطبيب حتى تتعالج؟ بالأخير يطلع اللي دا يعالجك مو طبيب، شنو شعورك هنا؟ المهم عندنا هنا إلقاء قبض على شخص ينتحل صفة طبيب. وين يشتغل؟ بمدينة الطب. وين؟ ببغداد. وزارة الصحة طلعت ووضحت وقالت بالتوضيح مالتها أنه الأنباء اللي حجت عن إلقاء القبض على منتحل لصفة طبيب اشتغل لأشهر بمدينة الطب مو صحيح.
وما تمثل الواقع بصلة. وقالوا أنه كل الأخبار كانت مو دقيقة. ليش؟ لأنه المنتحل ألقي القبض عليه بنفس الوقت اللي دعا بأنه هو طبيب. تعالوا نشوف. نانا مثل ما شفتوا الطبيب صعد، اجا واحد وقفه قال له هاي السماعة شنو؟ النظارة الشمسية بداخل المستشفى شنو واقعها؟ ما أدري شنو وضعها، ما أعرف. سأله على الباج، الطبيب يعني ما أدري عافه وطلع قال له دولي، ما أنت منو أنت؟ رجع جرى من الدرج أخذوه دا يمشون وياه بالممر مثل ما تشوفون، هاي الكاميرا الثانية جوا أخذه طبوا إلى غرفة أو صالة، وقع الباج الأخ مدري شاله مدري حطها بجيبه. أنا بس أريد أعرف النظارة الشمسية ليش الطبيب حاطها يعني؟ قام ينادي بالجهاز، العالم تباوع، العالم باهتة، هذا شنو شدي يصير؟ الأخ لابس روب، لابس مريول، وأكو حركة غير طبيعية. نانا الوزارة شو تقول؟ تقول إنه هو أول ما دعا إنه هو طبيب لزمه. لكن السؤال اللي ينطرح، أوكي تردونا نصدق؟ احنا راح نصدق وياكم وراح نصدق بيكم وكلامكم صحيح 100%. طلعوا لنا كشوفات الرواتب مال مدينه الطب وطلعوا لنا اسمه للطبيب، ايش قصر له؟ عفوا استلم رواتب لو لا؟ هاي رقم واحد. طلعوا لنا الاوامر الاداريه ما التعيينات من سنتين وجاي، اسمه للطبيب وارد بها لو لا؟ طلعوا لنا هذا الطبيب بيا قسم، وافتحوا المجال اذا كان هذا الطبيب مشتغل لاشهر الى الناس انه تشتكي. هاي ثلاثة. رقم أربعة، إذا هذا الطبيب اشتغل لأشهر، واحد ما له علاقة بالطب مثلي أنا لا أعرف شيء بالطب ولا هم يحزنون، كل اللي أعرفه بالطب أنه البنادول حباية مال وجع رأس، والأنتي بايرول شراب مال قحة، والأريثرومايسين يأخذوا كل شيء، هذا كل اللي أعرفه. فإذا ما دارس طب وما فاهم المكان اللي دا يشتغل به أكيد سبب بكوارث. بس إذا هذا الكلام صحيح ويجي أي واحد لبس مريول وحط سماعة ونظارة شمسية بجوا المستشفى ويصير طبيب، فأني لابس قاط وما لابس رباط، ليش متعينوني رئيس وزراء؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أم علي تقول مدينة الطب وبنص بغداد الصحة في خطر. لا والله ده تبجي بالزاوية. عبد الله الجنابي يقول منتحل صفة طبيب، كم من مريض مات على يديه؟ كم من الأدوية التي صرح بصرفها وصارت بيد فلان؟ كم من الأموال والرواتب كان يأخذها دون وجه حق؟ والسؤال كيف صار ومن سمح له ومن تعاون معه؟ معنى هذا إننا في غابة ليس أكثر. قاسم النيار يقول زين هذا موظف ويقبض راتب بمدينة الطب، يعني أكو جماعة مغطين عليه؟ أو هذا السؤال بدنا نحكي. غزوان الكعبي يقول زين المواطن العادي شلون يعرف هذا طبيب لولا إذا بنص مدينة الطب يفتر؟ أي حبيب قلبي، أنت أول ما تطب رأساً تقول له حبيبي طلع لي الشهادات مالتك، طلع لي الشهادات مالتك، طلع لي وضعك، شو وقت تتخرجت من يا جامعة تخرجت، طلع لي البوردات مالتك، لازم يطرح لك اياهن على الطاولة كأنما دنا عب محبس، اخوي افرز يطلع لك ايدي باوع بعيني، مو بيد المحبس. سؤال منطقي، المواطن شلون يعرف هذا طبيب لو لا؟ مع الأسف مع الأسف نتحول هسه الى عبد الرزاق من بابل ويانا قبل ما نتحول. حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. حياك الله استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا تتاسف على هيك مواضيع استاذ افل، يعني بنشرشي الدكتور. لا انا تاسفت على حال العراق وليس على هاي المواضيع. على حال دكتور استاذ افل، هو هذا دليل على انه الطبقه السياسيه هي مو طبقه سياسيه حاكمه. لا. يعني الطبقه السياسيه اللي جاي تحكم البلد هي شبيه هذا البتشرتي واللي صاير دكتور،
فاحنا بالوقت اللي احنا نتامل ومستشفيات العراق تتطور، تفضل احنا قلنا اليوم نخاف من اللي يسمى دكتور. يعني احنا لما المرضى مالتنا يروحوا للمستشفى ويقول تفضل مثل هيجي نماذج، هو ما يحمل شهاده الطب ويلبس البدله الدكتور ويعالج الناس، يعني هاي طامه كبرى يا استاذ افل. نعم. ف يعني انت قيس مثل هيجي نماذج وهيجي نمونات اللي تتحكم بمصير البلد، هذا السبب شنو يا استاذ افل؟ سبب الكليات الاهليه اللي جاي زخ بالخريجين، وهاي يعني الخريج او اللي يمثل الشهاده او الدراسه ما عليه متابعه من قبل المؤسسه اللي خرجته، فهذا اللي جاي نشوفه اليوم يعني صراحه هو تحصيل حاصل للطبقه السياسيه اللي جاي تحكم البلد بما تحكم. بالمقابل استاذ عبد الرزاق، بالمقابل يعني دعنا لا نظلم الخريجين، لانه عندك كم هائل من الخريجين وخصوصا خريجين العلوميين مثل ما يسمون انفسهم، اللي هم خريجين الاقسام التقنيه والطبيه، اللي هم من 2020 الى 23 ما متعين منهم واحد. صحيح احنا ما نطلق التعميم، لكنه نقول احنا الاغلب، يعني احنا ما نطلق صفه العموم على الخريجين وهذه، لا اكو ناس يعني صراحه يعني اخذت الشهاده بجداره، لكنه اللي جاي نشوفه يا استاذ افل يعني التزاحم بين الكليات الحكوميه والكليات الاهليه، فنشوف الكليات الاهليه ما عليها متابعه ما عليها مراقبه من قبل المؤسسه اللي يتخرجون معتها، فجاي الدخول للمستشفيات لغيرها من المؤسسات الحكوميه اشخاص يعني هم غير مؤهلين، والمواطن هو اللي يدفع الثمن سواء بالهندسه بالغيره بالطب غيره من المؤسسات، المواطن هو اللي يدفع الثمن. فشوف هسه يوم المشاريع مالتنا متلكه بسبب هيك النماذج اللي هم ما ماخذين الشهاده عن جداره. نعم. تحياتي لك استاذ. شكرا لك اخ عبد الرزاق. ننتقل هسه الى ملف الخدمات اللي الناس ما شايفه منها شيء، بس تسمع اكو مشاريع وأكو شركات وأكو فلوس جاي تنصرف، بس هل أكو شيء على أرض الواقع؟ هنا السؤال. عندنا ناشط من محافظة ديقار واقف قدام مبنى مديرية قضاء بالمحافظة ويطلب أن يتم توفير الخدمات للمواطنين، لكن الملفت للنظر أنه مبنى المديرية هو بنفسه يحتاج إلى خدمات. تخيلوا انت عندك قضاء اسمه الشطرة، قضاء كبير قضاء الشطرة، تخيل انك مواطن يروح الى مبنى مديرية قضاء الشطرة يطالب بخدمات ليكتشف انه القضاء او المبنى العفو اللي موجودين به موظفين مديرية قضاء او مديرية بلدية القضاء هو كرفانات. تعالوا نشوف. السلام عليكم، هاي رسالة للمحافظ، أنا اليوم كمواطن هاي بلدية الشطرة وعلي سنة ما طابلها ولا واصل لها لأن تعبنا، فهاي رسالة لكم يا بلدية الشطرة، دار أنا ما طابلها، أنا شفتكم تليفوني، المدينة هاملينها، لا مشاريع بيها حظ، لا نظافة، لا ترتيب، لا أمور تخلينا نحمدكم، فهاي رسالة لكم، أنتم موجودين جوا البعض من عندكم اللي هامل المناطق اللي مخلي الزبالة واسطة للبيوت، لا تخلونا أطبل للدائرة اليومية ودعاوي، اشتغلوا خدموا الولاية بدون مناشدات خدموها، لأن أنا إذا طب جوا صير مشاكل، فصار لسنة ما طابلها. شنو رأيكم بالمباني الحكومية؟ تخبل ما شاء الله عليها، تعرفون العراق فقير وما عنده ميزانية وعايش بالميزانية ما تعلى المساعدات، وما عندنا نفط ولا عندنا زراعة ولا عندنا صناعة، فيعني يا دوب يدبرها. نروح هسه إلى محافظة مهمة في تاريخ العراق السياسي وراء الاحتلال، هي النجف. ليش؟ لأنه أغلب السياحة الدينية إلى هاي المحافظة، يعني المفروض
اكو حكومه تفكر انه تسوي النجف وكربلاء جنه، ليش؟ حتى يجون سياح اكثر وتزيد دخل البلد، لكن وما ادراك ما لكن، الواقع غير شيء. نانا عندنا مواطن يشكو من ترك شوارع منطقه مجمع قنبر من دون اكساء ومن دون اناره، يعني حضرتك من الطب للمنطقه بالليل عمياوي، واذا ما عندك لايت وانت تمشي توقع بنقره بحفره تشلي بعضك، الطب بتيل تفوت بواحد وتفوت بثاني، هذا الشيء لازم تتوقعه. تعال نشوف. السلام عليكم. هذا شارع مجمع قنبر وذاك هو مجمع قنبر، هذا السايد ايش وقت يخلص؟ تأكيد ماكو إجابة. شوفوا شلون صار وضع الرصيف، وضع الرصيف الثاني. هاي مشاريعنا كلها تتهالك بدون أعمار وبدون رقابة مع شديد الأسف. هسه يجي واحد يقول لهم يابا الشارع مال منطقة مجمع قنبر الرصيف فطر والحواف ما الرصيف مايله، فهذا الشغل مالته غلط، لازم نشتغله من جديد، فراح يقلعوه ويخلوا لك سبويس يصوروه، ورا يومين يجون يشيلوا السبويس عادي، ولا يحطون جير يي، بس الجير تجي باصابعك تقلعها عادي. اما السايد الثاني لا تسال عليه، بالعراق ما يحتاج تسال هيك سوالف. نروح الى محافظه القادسيه ومن مدينه الديوانيه، هناك عندنا ناشط يتساءل وين حديث المسؤولين بالمحافظة عن إكمال الفلكة الحجرية بالمدينة؟ ويبين لكم الناشط، يبين الناشط أنه المشروع أو السياسيين طلعوا وقالوا أنه هذا المشروع راح يخلص خلال أيام، وطلعوا بهاي الفيديوهات وأكدوا أنه الفلكة ما تحتاج غير أيام، يعني أسبوع ما تطول وتكمل والناس تشوف فلكة من الخيال، بس مرت أيام وأسابيع أو شهر، ويا شهر أطول شهر بالسنة شهر أيار اللي فت قلوب الناس واللي كان أطول شهور على العالم كله، والفلكة كملت بس بالمخططات مو على أرض الواقع، لأنه على أرض الواقع بعدها ما شاء الله تراب وحدايد وكانت أكو تشينكوات انشالت. تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم ونرحب بكم. هي رسالة إلى المعنيين، نقولهم شاوين حكيك ذاك وزماطك، إن إحنا وين اسم تواجدين بالفلكة الحجرية؟ قبل أيام انتشر مقطع مدير بلدية محافظ كل الجهات المعنية هنا، أيام هاي الدنيا أيام أيام ويخلص العمل بهذه الفلكة الحجرية. أنت ضحكون علينا، ضحكوا على راحتكم جميعا دون استثناء. أنا بس أرد أسألكم، هاي الفلكة الحجرية نفس الطين ونفس التراب، كل شيء ما تغير بيها، هاي شنو هاي؟ عمي تقى الله بالديوانية وتقى الله بهالها، غيرها ما نقلكم. الفلكة الحجرية، خاف الجماعة دا يفكرون في الإنسان ما قبل التاريخ أو في العصر الحجري، بس هنا ناقصهم شغلة واحدة. يجي واحد من الرمل هذا يسوي لك كهف ويلبس جلد مع الحيوان ويلبس يلزم رمح ويوقف بالباب ما تعلموا تصير الفلكة الحجرية، إذا كان قصدهم ذاك الشيء. نبقى بالقادسية وهم أنا راح نبقى بالديوانية، نانا راح نشوف أنه أكو مدرسة، تخيل عزيزي المشاهد هاي المدرسة ما بيها سقف، يعني إلا إذا كانت مدرسة أرصاد جوية ممكن تتقبلها. المهم انتهى العام الدراسي 2022-2023 للمرحلة الابتدائية، باكر تبدي امتحانات المراحل المتوسطة والثانوية، لكن مدارس العراق ما تعمر منها شيء، ما انتهت معاناة الطلاب بسبب تهالك أبنيتها. ويطالب الناشط هنا اللي وثق هذا الفيديو الجهات المعنية أن تستغل العطلة الصيفية وترمم المدارس أو تبني مدارس جديدة وتساهم بإنهاء هذا الوضع اللي قال عنه مزري. تعالوا نشوف. الله بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله اخوان الاعزاء. الان من محافظة الديوانية قضاء عفا كل منكوبة من مدرسة اقرأ الابتدائية في قرية السادة البعاج، مثل ما تشوفون هذا صف الخامس أليف وقع بسبب العواصف الترابية الأخيرة اللي صارت بقضاء عفا، السقف من تشينكو وقع السقف، والمدرسة كلها من تشينكو، كل المدرسة من تشينكو. سابقا نشرت فيديو وطالبت ببناء هاي المدرسة
وماكو اي استجابه، ما حصلت اي استجابه من محافظ الديوانيه السابق، وهسه المحافظ الجديد ميثم الشهد اطالبك ببناء هاي المدرسه، لان الوضع كلش تعبان، الطلاب خطيه يعني حاره حاره، الدنيا حاره حاره، شلون يقعدون شلون يدرسون؟ هاي تضاعفك. احنا نسال ابن المسؤول ابن الوزير يداوم هنا، ابن النائب ابن المحافظ يداوم هنا، لو هاي بس ابن الفقير وابن الشهيد يداوم بيها، وين العداله؟ هي هاي العداله من 30/5/2023 2023، وهاي المدارس المتطوره وهاي المدارس بالعراق، هاي المدارس ب 2023. احنا نسال مسؤولين عفك، ميزانيه عفك وين تروح؟ المدارس كرفانيه وآلة للسقوط وتعبانه. 10 سنوات هاي المدرسة موجودة، لا الحائط حائط ولا السقف سقف تشينكو. ما أقول غير كلمة فد واحد ما أريد أقول اسمه، الله لا يوفقني. الناس لمن شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك هو أبو أحمد العراقي، أفسد ناس حكموا العراق. علي أميري، مو الحكومة، حكومة تشينكو عتاقة، عمي هؤلاء ما يديرون بسطية، هم والحكم والدولة شنو؟ أحمد أبو جنات، عندما تحكم أحزاب الفشل والفساد. أما علي عسكر يقول وينهم المسؤولين الفاسدين؟ ليش ما ينزلون للشارع ويشوفون أوضاع الشعب؟ مع الأسف. تخيلوا هاي تعليقات الناس. أبو عمر من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم عمي أسال. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أبو عمر تشويني وياك من الناصرية، حياك الله. طبعا بالنسبة عمي دولة أسال، دولة مو مال يعني يخدون بس يعني ذولا، لا ترجع جمعتهم خير، ترجع جمعتهم شر ذولا، يعني ترجع جمعتهم دمار، دمار للوطن. نعم زين ذولا، ذولا لا ترجع جمعتهم مال مشاريع مال صحة مال شنو، هم ذولا متخزين جايين يدمرون البلاد. نعم دمروا البلاد ودمروا الشعب. نعم زين، وبالنسبة ذولا يعني مشكلة، هم ذولا مشكلة يعني، ما أنا متعجب. زين يعني أنتوا قلنا ما تستحون ما تسجلون، زين يعني الطب تقول الله لا يوفقني، يعني الله لا يعني الطب للمستشفيات تشوفه والله لا يوفقك، يعني انتم ما تستحون، يعني يعني لوين يعني لوين يعني لوين هذا لوين معاناة المواطن؟ نعم زين لوين معاناة المواطن؟ يعني 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 خريج خضار يعني ياخذ ساعات يدفع عرب، يعني مشكله. يعني أنا ما شايف والله العظيم ما شايف في دولة، يعني والله ولا أسأل عمي بالنسبة طبعا جاي يكون علاقات ويا الدول، يعني شو شو تجوا على المفسدين تحطون يديكم بديهم ولا مفسدين؟ يعني أنتم ما تعرفون الدول جاي يسوون باقي الدول بفلوس، والله والله يا عمي والله العظيم قسما عظما برب الكعبة جاي يسوون الدول بفلوس، والله زين لا أمم متحدة ما ارتشت، يعني حقوق الإنسان ارتشت، زين يعني ماكو دولة ما مارشوهم ولا نفسيتهم، وجاي يقعدون وياهم، وتعرفوا يا من جاي يقعدون، أنت بالنسبة لك تعرفوا يا من جاي يقعدون عنه، زين زين والله العظيم. نعم 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 يا موازنة كابع من 23 حد الآن، يا موازنة هاي اضحكون على عقل الشعب انتو. نعم الشعب عيب عليكم، استحوا شوية استحوا، خلوكم ضمير، يعني ما عندكم وطنيه. نعم يعني هاي دول العالم تقدمت واحنا جايين نرجع لورا، عم سويتوا بالشعب دمرتوا دمار. نعم يا موازنه يا بنيه تحتيه يا صحه يا زراعه. نعم يا تنعم عمي كذا كذا كذا، والله كم يعني والله العظيم ما يعني الشعب دمرتوا دمار انتوا. نعم زين والله دمرتونا دمار يا عمي. نعم شكرا 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 لك ابو عموري، واعتذر منك. بس ابو علي من الديوانيه ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاخ القبل قال حي عفت منكو. نعم يعني الديوانيه هي الديوانيه كلها منكوبه. نعم هي الديوانيه اضعف مواطن، الخاسر الضعيف المواطن بالعراق هو مواطن الديواني. والله يا أبو علي يعني مع الأسف مع الأسف هو العراق كله منكوب من شماله إلى جنوبه. لا بالأخص أستاذ الكريم بالأخص الديوانية،
اللي تستولى عليها قبائل، الشوق قبائل، ويستولون عليها احزاب. يعني المحافظ لو المدير ناحيه ما يصير له مظاهرات عشيره، وانت شفت هذيك الايام تعال شوف بالمحافظه النواب كل واحد حاط له عشيره وسنه. يعني عال البشريه اللي بالدواليه لا شيء عزهم. نعم كله فساد بفساد، كله حرام بحرام. وشوف من اكثر الضرائب بالعراق الديوانيه اللي تدفعها لان مواطنها ضعيف، ومن اكثر الفساد بالعراق هو بالديوانيه. يعني بسطا يعني طلعت مظاهرات الطالب بالخدمات بلاهيه غماس، طلعوا اقرباء مدير الناحيه بالصو الوادم شلون تصلحون عليه. يعني من هذا القيس انا قلت له رئيس وزراء مع رئيس وزراء العراقي، قال يا ابو جاسم الله بالديوانيه لا تعتمد على الوزراء، انت شيل شغل الوزراء اللي انت بيدك تركب، ترى مو بس بغداد تريد هاي المحافظات هذا اللي مو ترك ذني. الله بالامر الله كان عبد السلام عارف يستنكر الهدوم مالته وراح المستشفيات يراقبها. يوم ما حط رد كاد المستشفى بلك مدينه بغداد مستشفى الكرخ. انت اليوم تمثل عمود الدوله يا زلمه يا ابو جاسم الله بالديوانيه. نعم شكرا لك ابو علي. انا من كلامك على العين وعلى الراس، وانت من اهالي هاي المدينه، لكن من قصدت ان العراق كله منكوب، لانه حتى ببغداد ترى ماكو شيء بحظ. لما نحكي اذا على المي فنهر دجله بالقريعات او بالمنطقه العظاميه العالم قامت تمشي بمشي، والنهر شبه جاف. إذا نحكي عن خدمات فماكو خدمات، إذا نحكي عن مستشفيات فما شاء الله يعني الفيديوهات هواية وطلعت، إذا نحكي عن مؤسسات دولة فطلعنا فيديوهات عن مديرية المرور. ها صدق بالحكي عن مديرية المرور. تعالوا نحكي هنا بهذا الملف عن الهدر بمشاريع الطرق والمرور. راح نبدي بالهدر بالمال العام بمشاريع هندسة المرور بالناصرية بمحافظة ديقار. ناشط راح وصور ووثق حال العلامات والدلالات المرورية واللي هي مهمة جدا للسلامة. أكد بالفيديو أنه هاي العلامات كلفت ميزانية الدولة، اسمع عزيز المشاهد الرقم، 4,748,200,000 دينار عراقي. بالأخير العلامات المرورية تأكلت وانقلعت ونامت على الرصيف، ما يشوفها غير النمل إلا إذا كانت أكو مديرية مرور للنمل، ويحلف ويقول والله العظيم 4 مليارات لو تحولت هاي الفلوس للمدارس وبنوا بها مدارس، أو الملف المياه وبنوا بها محطات تحلية، أو إلى ملف الكهرباء اللي صرفت عليه ملايين وبنوا محطة كهرباء متنقلة أفضل من علامات المرورية، خصوصا أنه شوارع الناصرية حالها حال شوارع العراق كلها اللي وصفها الناشط أنه ما بها حظ. تخيلوا تعالوا نشوف اليوم سؤالكم سؤال في هي من سوالي الفساد في محافظة ديقار، وهو الهندسة المرور في محافظة ديقار، العلامات المرورية. هاي علامات مرورية شوفوها صفت كذا على رصيف، هاي طالعين يا محافظة ديقار، هاي يا هيئة النزاهة ورقة مالية. ايش تكلم الدولة عن العلامات المرورية الهندسة المرورية؟ 4,700,000,000 4,700,000,000 هاي العلامات المرورية كلفت الدولة. علامات مرورية شوفوها 4 مليارات. زين الشركة لا 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 لحظة، شنو النوعية؟ نوعية البوري شنو؟ النوعية يعني نوعية هذا أدية، يعني هندسة المرور محافظة ديقار بلدية الناصرية جيل من سبيدة. مهندس الفن والمهندس المكيف. يعني بشرفكم من دبيت 4,700,000,000 على علامات مرورية بس جوا الناصرية، وهن كلهم ينقلعن بالتأثيث، باوع بالتأثيث كلهم ينقلعن. زين هذا الشركة المقاولة راح يرجعهن مرة ثانية لو يعوفوا هيجي. مجرد سؤال، هيئة النزاهة ديوان رقم، هاي فلوس حرامات الناس اللي حصل عليه فلس، مدارس ما عندنا، ما حلو ما عندنا، كهرباء ما عندنا، يذبون 4 مليارات 700,000,000,000 على علامات مرورية. بوري هينو مدري فافون، العلامة مرورية ببلد بعواصف ترابية. ما شاء الله. أما بالفيديو الثاني بهذا الملف راح نحكي بيه عن قضية الدوائر الحكومية وهي مأساة. وحكينا عن دوائر المرور، وهنا المواطن يرصد الازدحام الشديد أو الكبير بمدينة بمديرية مرور البصرة
بسبب تسجيل التيك توك، وهذا مو السبب الحقيقي. تعرفون شنو السبب الحقيقي؟ هو لو اكو تنظيم مضبوط ما راح تتأخر العالم هيجي، وكان فضت من زمان، وكان خلصت هاي المعاملات، وما كان شفنا هاي الفوضى اللي دا نشوفها هسه بمديرية مرور البصرة. تعالوا نشوف. الصاير كل على تكاتك بي والضيم، والله شنو صديق جديد، الدنيا محترقة. المرور الصاير كل على تكاتك بي والضيم، والله شنو صديق جديد. حبيبي وزير النقل وجماعتك الحبربشية والمدراء بمديريات المرور كافة، أحب أقول لك شغلة، تردون تسجلون سيارات تكاتك باصات ما أعرف شنو، سجلوها، سووا لكم سيستم مال أوادم، وانطوا مواعيد للناس، حسبوا الموظفين اللي عندكم إذا كان أكو موظفين عندكم إيش قد يشتغلون باليوم، 10-20 تأخذون باليوم هذا القدر، أدحش بكل محافظة مو 20 بالعراق كله. ثانيا من تطون مواعيد اليوم الثاني اليوم الثالث، بحيث إذا لزم مرور هو ما مسجل يقول لاني ما أخذ موعد، بعد 5 أيام أروح، بعد 4 أيام أروح، بعد 3 أيام أروح، بس مو تخلوهم هيك. وين قاعدين جوبة؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وكان أول تعليق ويانا هو حيدر التميمي، يقول من 4 العصر هسه الساعة 8:30 وصلت للبيت فقط بصمة تدقيق، سلمت معاملة و90,000 من هاي التوجع القلب. اي نعم، لأنه هذا دا يشتغل من الصبح لليل يجوز ما يطلع 90,000. المهم علي فضل، يجب فتح عدة أقسام لدائرة المرور في شمال البصرة وجنوبها لتخفيف الازدحام، لكون محافظة البصرة ذات زخم سكاني تجاوز 5 ملايين نسمة، وهاي واحدة من السوالف. رضا الياسري، مرور البصرة ما تصير لها كل شارة، وأصلا البصرة سكانها كبير، يعني تحتاج أكثر من دائرة مرور، حالها حال بغداد. محمود المياحي، فساد مرور البصرة ليس له مثيل في كل دوائر العراق. تعرفون أنتوا البصرة 5 مليون، أكو دول بالعالم ما بها 5 مليون، دول بأكملها بها محافظات وبها مؤسسات وبها دوائر، وبكل محافظة أكو دائرة، كل الدولة هاي ما بها 5 مليون. هذا حال العراق، هذا حال العراق لما يكون بيك أحزاب فاسدة تحكم، هذا حال العراق لما تجي ناس ما تفتهم تسوي نفسها تفتهم، هذا حال العراق لما يجون ناس باعوا العراق إلى المحتل الأمريكي، وباعوا العراق إلى المحتل الإيراني باحتلال ثاني، فلا تتوقع يصير خير بالعراق. هم اللي روجوا للكذبة الكبرى أنه العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، واللي اعترفت بها الولايات المتحدة وقالت ماكو هاي الأسلحة، هم اللي روجوا إلها بمؤتمرات مدريد وواشنطن وغيرها ولندن، وهم نفسهم اللي رضخوا إلى إيران ودمروا الزراعة والاقتصاد والصناعة حتى يجيك المنتج الإيراني، ودمروا الكهرباء على الرغم من صرف 80 مليون دولار حتى تشتري الكهرباء الإيراني، ودمروا المصافي ومن ضمنها مصفى بيجي حتى تستورد البنزين والنفط والديزل من إيران، وهم اللي قدموا الولاء الإيران لدرجة أنه إيران هي فعليا المتحكم الرئيسي بالعراق، ورئيسك هو مو عبد اللطيف رشيد، ورئيس وزرائك هو مو محمد الشياع السوداني، رئيسك هو إبراهيم رئيسي فعليا. أبو زينب من النجف حياك الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري أنا اللي شفت على الحي مال طنبر الموجود بالنجف. نعم. يعني هذا واحد من عشرات الأحياء المليئة بالأنقاض والأسباب، وهذا مدخل كربلاء النجف. نعم. يعني شوف شمال. نعم. أحكي لك اللي بوسط النجف الآن. واحد من أرقى وأقدم الأحياء اللي هو حي العدالة مقابل شارع الجنسية ومقابل جنسية وإقامة النجف. نعم. ومقابل مديرية معه مجاري النجف. نعم. بالضبط
أبكي مدينة الشباب اللي باقوا من شهر جحتحال شوف جنال من الأزبال والأنقاض. نعم. وهذا نصل مدينة النجف. نعم. واحد. أكو منطقة اللي دار مدينة المطار اللي كانت مناطق زراعية حلوة سكنية. نعم. لا طبيعة من الأزبال والأنقاض اللي شوف المعلم. مدير البلدية المحافظ تلال من الأزبال داير مداير مطار النجف. نعم. وخلص الله على واحد من الناس اللي بلطه اسمه عجام وسأل الناس على شارع عجام خلص الله اللي بلطه رجال هاي واحدة يعني بالنسبة للسياحة. نعم. بالنسبة للسياحة الدينية السياحة الدينية تعشب بحر النجف اللي هو غرب الإمام علي عليه السلام الصوت الصدر كذا طول البحر 100 كيلومتر وعرضه 35 كيلومتر لحد الآن مدينة غرفة واحدة للصير على مجموعة من المدن السياحية الكبرى مدينة واحدة يصير منبع موضوع للاقتصاد العراقي من فقط النجف يعني ملايين من العاطلين يشتغلون بيه بس مو صالحتهم. نعم. زين ابني عليه مجموعه من المدن مجموعه من الاحياء. نعم. خنقر المدينه سوالك شغلات غلط. زين انت كم بحيره عندك بالعراق؟ احولها الى مدن سياحيه ولا شيء هذا ذهب دائم. لحظه ابو زينب يا بحيرات. نعم. هي نهر دجله والفرات جفن. بس بحر النجف ما جف. بحر النجف ذاك وين ما شاء الله ايه يعني 350 الف كيلو متر مربع او 35 الف كيلو متر مربع. نعم. فالقصد على دولة يقول يقول حرم لتاكل لهم منصر المشاريع ولا يخلين المخزين المستثمرين الحقيقيين ولا اسمائهم ولا هي طبعا مصدرين هم مقاربوا كذا يسجدوا حدي أسماء وهدية. نعم. وما نعم. هم حصلت تحديث الوقود. نعم. اللي تقصوا فيها بعدها حطوية حتى ناس يدعشي. ومعروف بكل دول العالم يقول لك محطة تحديث الوقود يجب أن تكون خارج حدود البلدة. أنت بنص الحال محطة تحديث الوقود. نعم نعم. البعثين نعم. إذا استعادوا في حرب الحكومة. نعم. شكرا لك ابو زينب. خريجين القدامى بعدهم صوتهم عالي وبعدهم مدى يسكتون عن حقهم ولهذا سووا مسيره بشوارع بغداد طالبوا بها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ابو كلمه الله لا يوفقني او الله لا اي الله لا يوفقني انه ينصفهم بالموازنه مال السنه اللي فات نصها وان يفتح لهم مجال حتى يلقون وظائف ورا سنوات طويلة بس مو مال دراسة لا من التخرج. تعالوا نشوف. هذا واحد بس عندنا تظاهرة ثانية لشركة مصافي الجنوب قررت
هي بالبداية أنه ترفع سعر المشتقات النفطية على الموظفين مالت، هذا الشيء اللي خلى الموظفين أن يظهرون بل كت يلغون هذا القرار، خصوصا بعد فرض شركة المنتجات النفطية البارحة سعر البرميل على شركة توزيع المصافي، وهذا قرار راح يحول الشركة من شركة رابحة إلى شركة خاسرة حسب المتظاهرين والموظفين هم، وهددوا أن هم ما راح يسكتون وراح يظلون بتظاهراتهم حتى يتم إلغاء قرار رفع سعر المشتقات النفطية. تعالوا نشوف. الموظف اللي يشتغل يمك بشركتك الخاصة واللي يفكر بربحك ويقول لك ما ريدك تخسر، هذا تكرمل أو ذلة، فما بالك بموظفين شركة لمنتجات معتمدة عليها موازنة الدولة، فذولا وطنيين لو إرهابيين، لأنه مدير التوزيع بالشركات النفطية المنتجات النفطية عفوا أو المشتقات النفطية حسين طالب كان عنده غير رأي وقال لهم اللي أنتوا دسووه إرهاب، وهددهم مادة 4 إرهاب سيئة الصيت. تعالوا نشوف الأخ شلون حكى وياهم. وقف تحميل ويقطع محطة، هاي ترى إخوان هذا اللي يسوي هيش، ترى يروح على 4 إرهاب يؤدي وظيفته، أما يروح يوقف تحميل ويقطع محطة، هاي ترى إخوان هذا اللي يسوي هيش، ترى يروح على 4 إرهاب، يعني إنه الشركة تخسر طبها مرض. موظف يفكر بالشركة وما يريدها تخسر، هذا مو خوش آدمي، هذا إرهابي، هذا مو خوش آدمي، هذا ما يفتهم، هذا ما عنده عقل. بس تعال اطلع لي بالنظيف أخوي العزيز، الشركة يا راس كبير حاط راس عين عليها، يا خالد يفكر بيها، يا حجي يريد يشتريها، احكوا لي بهاي السالفة، طلعوا لي بيها، فضحوها بدل ما تسوون هاي السوالف التعبانة مالتكم. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك كرار البصراوي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليك، صار اللي طالب بحقه 4 إرهاب. سارة علي حسبي الله ونعم الوكيل، ما عندكم شيء بس تحاربون العالم برزقهم. أبو زهراء ما عندكم غير كلمة 4 إرهاب، أنتم عصابات مو مالحكم. أما أسيل الحسين يقول هذا المفروض يقال من منصبه فورا. فعلا فعلا الانسان اللي يتعامل ويا الناس بهاي الصوره المفروض ما يبقى، هذا المفروض هو يتحول 4 إرهاب لان تفكيره رايح بذيك الصفحه. مشاهدينا الكرام، 31/5 هو اليوم العالمي لمكافحه التدخين، وكل 31/5 العالم تحتفي بهذا اليوم حتى تذكر الناس بمساوئ التدخين على الصحه وعلى الحياه وعلى البيئه وعلى كل شيء. ولهذا السبب تصدر هاشتاغ اليوم العالمي لمكافحة التدخين ترند العراق، وجبنا لكم بعض التغريدات من منصة تويتر. سعد الثويقي بيقول انتبه لا تؤذي نفسك ومن حولك، هاشتاغ اليوم العالمي لمكافحة التدخين. الزلم يقول أخي المدخن يجب عليك أن تتوقف عن التدخين فورا، إن لم تضع حدا له فلن يقصر بوضع حدا لك، هاشتاغ اليوم العالمي لمكافحة التدخين. دكتور صالح الحربي يقول هاشتاغ اليوم العالمي لمكافحة التدخين من أقوى أسباب انتشار التدخين بين المراهقين هم أصدقاء السوء، والتدخين لا يؤثر على صحة المدخن فقط بل تمد إثارة السلبية إلى كل المحيطين به. أما ريما العتيبي قالت التدخين يسبب ضررا كبيرا على المستوى الشخصي
والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. لابد من تكاتف الجميع للتوعية بمخاطر التدخين ومساعدة الشباب للإقلاع عنه. هاشتاغ اليوم العالمي لمكافحة التدخين. هذا الهاشتاغ ليش سلطنا الضوء عليه؟ لأنه مع الأسف العراق في 20 سنة اللي مضت بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم إلى بلدنا وقدوم الاحتلال الإيراني الغاشم وتغولها بالعراق، تحول العراق إلى أكبر مستهلكين منتجات التدخين أو مواد التدخين في المنطقة. مع الأسف أنت عندك حكومات تدعي الديمقراطية، تدعي الديمقراطية بالأشياء اللي تضرك، بمواد الكحول، المسكرات، مواد التدخين ومن ضمنها المخدرات، تدعي الحرية بالمراقص والملاهي ونوادي الليل لأن اللي يملكها هم سياسيين وأغلبهم تابعين إلى أحزاب إسلامية ولابس عمامة، تدعي الديمقراطية بنوادي القمار وصالات الروليت اللي منتشرة في العراق واللي أغلب ملاكها هم سياسيين ومن أصحاب العمامة وينتمي إلى أحزاب إسلامية. فهاي الديمقراطية اللي موجودة عندهم انك تدخن، تشرب مخدرات، تشرب كحول، عقلك يروح، تصرف الفلوس تجيك، هاي اذا جتك اصلا لانه ماكو رواتب وماكو وظائف بالعراق، فايش مين تجيب الفلوس؟ بهاي المكسرات. فهاي الديمقراطية. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله باكر. في امان الله.